ماتش العمالقة، موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة للمباراة. ارتفع البحث خلال ساعات ماضية حول موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر، حيث يعد موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر وبث القناة لحظة مهمة تنتظر الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وكذلك عشاق ومحبي كرة القدم المصرية، حيث أن الصراع على لقب كأس مصر ممتد، فهو أحد أبرز الأحداث الرياضية الكبرى موسم 2022-2023. زاد محرك البحث جوجل من وتيرة عمليات البحث عن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك. سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر. بعد الاستفسار المتكرر من العديد من المواطنين حول موعد اليوم النهائي لكأس مصر 2024، تم الإعلان عن مواجهة الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة كان من المقرر إقامتها يوم 13 مارس 2024، وسيتم تحديد الموعد في وقت لاحق، ولكن من المتوقع أن تقام على ملعب المملكة أرينا معقل نادي النصر السعودي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك. أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، فمن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر على قناة أون تيم سبورتس، كما ستنقل المباراة أيضا على قناة أبوظبي الرياضية. يمكنكم المتابعة الترددات هي على النحو التالي: تردد قناة أون تيم سبورتس، التردد 11861، معدل الترميزي 27500، معدل تصحيح الخطأ 5 أسداس، درجة الاستقطاب عمودي. تردد قناة أبوظبي الرياضية. من الجدير بالذكر أن أعلن تركي آل الشيخ مدير عام هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن بيع تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ويقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك على ملعب أوال بارك بالعاصمة السعودية الرياض يوم 8 مارس من العام المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.